الله يبارك كذلك. شوفوا خرفان ما شاء الله هذا ما سوى 33 هذا ما خرفان سيرة تاع تربية الله يبارك ما شاء الله كذلك خرفان صغار ما شاء الله الله يبارك. كيما قلت شحال يلحقوا شيخ الافيفري تاعهم؟ هذم راهم واصلين 13 مليون في الرابعه البيع تاعهم. عندنا كذلك هذوما في التنيان الله يبارك شابين ما شاء الله. هذه في التنيان خونا الله يبارك حاجه شابه. هذوما الاخ كذلك قال لك هنايا في الخرفان والتنيان الله يبارك. الاسعار يبداو قال لكم من 57 حتى 7 مليون. شوفوا الله يبارك شحال شبيه هذا الكحلوش وسمونا 72 ياك 78 سمحوا لي 78 وهذا راه في التنين فقط وما راهوش بعيد كما قال لكم هذا راه في التنين. خرفان صغار يعني ساموه ب 4 ملايين و50 الواحد صافي في ليزير خويا بارك الله فيك يعطيك الصحة. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام وبركاته متابعي قناة ناصر تيفي إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. دائما نذكركم بأن قناة ناصر تيفي راح تغطي طيلة هذه الأيام الخاصة بكباش عيد الأضحى إن شاء الله ونزوروا كامل الأماكن هكذايا ونسيو نجيب لكم كامل الأسعار ونسهلوا عليكم المهمة. كذلك أرقام الهواتف تاع الباعة أنتم كذلك إذا راكم في الخارج ولا اتصل فقط يا خويا يقدر يلحق الكبش تاعك حتى للدار إن شاء الله. هذا الله يبارك طويل ما شاء الله خويا راهو يعني لحقني في الطول. شوفوا يعني صراحة راهو لحقني في الطول الله يبارك. هذا واش يكون خويا؟ في السن اه سداس هذا في السداس الله يبارك ولكن طويلة صراحة طويل بزاف. شحال هذا خونا؟ 68 68 هذا يكون في لاراس يعني خونا؟ اه لاراس هذا فحل تاع نجات فحل تاع نجات هذايا اذا كما قال لكم خونا فحل تاع نجات الله يبارك. شوفوا الودنين ما شاء الله. البيع مازالوا بعيد خونا؟ مازال شويه مازال شويه معليش خونا قول بارك الله فيك وربي يقدرك. هذنا كذلك الله يبارك خرفان ما شاء الله حاجه تاع تربيه ولا تاع عيد ان شاء الله باسكو يلحقوا العيد هذوما الله يبارك. خويا العزيز واش راك صافا لاباس؟ الحمد لله. سامونا 48 الله يبارك. شوفوا كذلك خرفان صغار ما شاء الله الله يبارك. كيما قلت شحال يلحقوا شيخ الافيفري تاعهم؟ هذوما راهم واصلين 13 مليون في الرابعه البيع نتاعهم الله يبارك في اربعه 13 مليون ما شاء الله. سما كنديروا 9 ملايين درك في الرابعه 9 ملايين في اربعه الله يبارك ما شاء الله بارك الله فيك شيخ. هادو خرفان شيخ شحال داروا؟ 8 ملايين و100 الله يبارك. شوفوا خرفان صغار يعني ساموه ب 4 ملايين و50 الواحد صافي في ليزير خويا بارك الله فيك يعطيك الصحة. كذلك شوفوا هاد الخرفان هادو هما راه يقول ثمن 61 الله يبارك. ها الله يبارك كذلك شوفوا خرفان ما شاء الله هذا ما سوى 33 هذا ما خرفان صغار تاع تربيه الله يبارك ما شاء الله ما شاء الله شيخ. شوفوا الله يبارك لا لا جامي خويا ماشي ما شاء الله. شوفوا راهو طرونكيل عويقل هذا يكون ثني يا اخي ثني ما شاء الله. مش هذا حقوق هكذا شيخ الفري 72 72 للواحد الله يبارك ما شاء الله. عندنا كذلك هادو هما عندنا كذلك هادو فتني والاخ يقول سامونا 69 عندنا خرفان كذلك شوفوا الخرفان الله يبارك. إذن بالمناسبة الخرفان هذوك اللي شفتوهم الأخ قال لك 6 ملايين و100 سامونا بيان سير دائما. عندنا كذلك هذوما الله يبارك في الخرفان حاجة شابة وراه يقول سامونا 67 أسعار يعني ما فهمناش والله ما فهمنا أنتم ما تعرفوا أنا ما وليتش نعرف يعني باسكو
الخضراء والسماء. شوف الله يبارك، السلعة ما شاء الله متواجدة بكثرة. هذوما الأخ كذلك قال لك هنايا في الخرفان والتليان الله يبارك. الأسعار يبداو قال لكم من 57 حتى 7 ملايين، وانتم عندكم الشواء الله يبارك. شوفوا الله يبارك. راك تبارك لنا بالخير يا لا لا نباركوا احنا بيان سير لازم لازم نباركوا باسكو هذا رزق الله يبارك ما شاء الله. هذا بالمناسبه الاخ قال لكم خروف هذايا فاسدين هذاك وهذا كذلك خروف يعني هذايا خروف. واش حدا هذا شباب؟ هذا قالوا 69 69 وهذا 7 وهذا 7 هذايا 7 ملايين 7 سمع علاش هو هذا كبير على هذايا وعلاش سموه هذا غالي؟ يا اخويا يقول لك هذا فارق هكذا سبحان الله راكم تسمعوا تكم هذا يا فارق الله يبارك خويا ربي يقدرك بارك الله فيك يعطيك الصحه بارك الخرفان دائما الله يبارك ما شاء الله ما شاء الله بارك الله فيك خويا العزيز خويا واش راك لاباس خرفان الله يبارك ما شاء الله إذا عندنا كذلك هذوما في التنيان الله يبارك شابين ما شاء الله هذه في التنيان خونا الله يبارك حاجة شابة شحال أخو خونا؟ سبعة جملة سبعة جملة الله يبارك كيفاش يبان لك السوق خونا راه مليح راه ها ما على بالك جا يعني حيرونا قلتكم ما على باليش حتى انا الله ما فهمت يعني سبعة جملة فريدي حاجة شابة ولكن جزء اخينا جاب لنا سلعة الله يبارك ما شاء الله واش يكونوا هذو شيخ؟ تنيان تنيان الله يبارك بسم الله ما شاء الله كاين بزاف ناس ما فهمتش علاش كي يقول لك خويا ناصر تقول بزاف بسم الله ما شاء الله الله يبارك ولكن هدايا نباركوا في الرزق تاع ربي لانه دائما نقول لكم العين حق لي هذا انا نبارك يا خويا باش ما نلومش روحي هذه هي شحال نحكوا خونا؟ 8 ملايين لواحد ولكن حاجه شابه الله يبارك ما شاء الله خونا ربي يقدرك يعطيك الصحه سي جونتي اخينا كذلك جاب لنا سلعه الله يبارك ما شاء الله الله الحمد لله حاجه شابه هادو واش يكونوا في السن؟ هادو هذا خروف وهادو تنيان الله يبارك راكو تسمعوا العملاق هذا كذلك الله يبارك خروف فقط ما شاء الله وهادوما تنيان حاجه شارحه واقيلا هذه خونا يتمرحوا برك يتمرحوا فقط الله يبارك وشحال اخو السومه تاعهم؟ 74 عطاونا 74 الله يبارك اخي بارك الله فيك يعطيك الصحه شي شونتي خويا العزيز شوفوا الله يبارك شحال شبيب هذا الكحلوش وسمونا 72 ياك 78 سمحوا لي 78 وهذا راه في التني فقط وما راهوش بعيد كما قلت لكم هذا راه في التني ما شاء الله حدنا كذلك خرفان الله يبارك شحال دارو هكذا شيخ؟ أنا 55 55 الله يبارك سمونا ب 55 ما شاء الله البيع مازال فيها البيع مازال كما قلت لكم حاضر كذلك هذوما دائما في الخرفان يعني الخرفان متواجدين بكثره الله يبارك هذوما سهونا 69 كذلك يعني الاسعار راهي تتراوح بين 5.5 حتى 7 كذلك عندنا هذوما في الخرفان ما شاء الله هذوما راهم ساهمين 6 ملايين هذا يقول البيع يعني ياه ماشي سلم البيع يقول 6 ملايين شوفوا عندنا هذه السلعة كذلك ما شاء الله حاجة شابة يعني خرفان ولكن عاليين ما شاء الله انا ما انا يساوونا 75 الله يبارك بسم الله ما شاء الله الله يبارك بالمناسبه هذو ما تباعوا ولكن حاجه شابه الاخ يقول غير في التنيان فقط ولحقوا
83 حاجة شابة. أسعار أنتم ما تعرفون. هذا هادو كيما هادين 73 كيما قال الأخ. صورني معاه. الله يبارك فيك. ما شاء الله. هذا ما في الخرفان في التنيان وفي الربعان. هذا قال لكم مازال ما طلع. سوق ما شاء الله. شوفوا الله يبارك خرفان حاجة شابة بزاف الله يبارك. وقال لكم 65. الله يبارك. شو مخرج؟ شو من هذا البيت؟ هادو 5 هذا شي يشوفوا هادو شابين يشتيهم يعني 75 في الرادي. وعندنا كذلك سمحوا لي يعني او الغاشي ما نقدرش نصور والناس كامله يشري يعني صراحه. فار اكزومبل هادو هنا راح يخلصوا دوكا على البلاص. هادو ما تباعوا ب 67 للواحد. شتو يعني السلع كانت واجده ومازال كاين كباش. لهذا زوروا انتوما السوق وتشوفوا بعينيكم خير. نختم معكم هذا الفيديو بالخرفان. هذوما الله يبارك عطاو لكم 46 راكم تشوفوا. إذن هكذايا نقول لكم ما تنساوش دائما الدعم لقناة ناصر تيفي. نقول لكم تهلاو في رواحكم. السلام.